السلام عليكم. الجماعة اللي تخلصت لهم قبيل في شيما دو لويس، بالي مستحيل تكونوا فهمتوا عليا، لانه كي يحكي الابد بركو ما يكتب شميت ما يشوفوش واش كاين، ما يقدرش الابد يفهم هكاك وحده تما بالهضره برك وحدها، لازم كتيبه. داك نخربشو دركا شويه باش ان شاء الله تكونوا فهمتوا. شوفوا، باش نمد لكم يعني طريقه بسيطه. احنا واش على بالنا؟ على بالنا يا اخي باش تشكلنا اون ليزو، لازم اتوم تمد الكترون ولا اتوم ثانيه تمد الكترون. يعني كمثال كي نقولوا حنايا عندنا H2، الاش راهي مربوطه مع الاش، باش تشكل بيناتهم اون ليزون لازم هذا يمد ان الكترون، هذا يمد ان الكترون. هكا انا دوكا كيفاش حنمثلها لكم، كل ما تكون كيما هكذا الكترون مع الكترون باش يشكلنا اون ليزون، راح نرسمهم دوز الكترون ديريكتومون في النص. داكور، معليش. واش عندنا حنا دوكا في ليكزون تاعنا تاع تي دي تروا؟ خاصنا نشوف واش عطانا في المثال الاول. عطانا الاش سي ال او 4، الاش سي ال او 4 اول حاجه نديروها قلنا نشوفوا لاتوم سنترال لي زاتوم بيريفيريك. هنا الاو عندنا منو بزاف اذا خاطي، المهم اي باينه بلي راح تكون سي ال، سي ال هي لاتوم سنترال. واش نكتبوا؟ نكتبوا قدامها لي كات او تاعنا. اللي ممكن يقول لي على واش ما حطيناش الاش في وحده من البلايص هذو، لانه احنا واش على بالنا؟ على بالنا عموما كي تكون عندنا حاجه من شكل اش ار، مع العلم انه ار هذا ما فيش الاش، تسمى كيما نقولوا احنا عندنا اش اش اس او كات مثلا، كمثال اش اس او كات ولا اوف اش دو اس او كات، ولا مثلا كي نقولوا كيما في الحاله هذه اللي عندنا اش سي ال او كات. يعني مهم اش وحاجه ما فيهاش الاش من بعدها اللي هي الار، هذا معناته هذا الموليكول راهي كي ان اسيد، الاسيد معناته لازم تكون عنده الاش لاصقه في الاو عموما. كما هنا مثلا ها هو كي بما انه اش سي ال او كات قلنا الاش وما جات حاجه ما فيهاش الاش، اذا واش راح نروحو نحطو الاش هذا راح نحطوه من تما جات كش اوكسجين. بعدا واش نروحو نديرو؟ نحسبو لي زيليكترون اللي عندنا دو فالونس في هاد لا موليكول كامله. واش راح نلقاوها؟ تما كمثال سي ال شحال عنده؟ عنده 7 الكترون دو فالونس. نقول دو فالونس يعني تاع لاكوش الاخرى. الاكسجين شحال عنده؟ عنده 6. الاش شحال عنده؟ عنده 1. خي هكذا راكم معايا، السي ال عنده 7، الاش 6، الاو 6، الاش 1. كي نجيو نشوفو في لا موليكول تاعنا شحال عندنا سي ال؟ عندنا فرد 1. اذا شنو حنروحو نكتبو؟ حنروحو نكتبو 1 في 7. داكور، 1 في 7 زائد شحال عندنا اكسجين؟ عندنا 1 2 3 4. 4 هادو واش معناتها؟ راح نروحو نديرو زائد 4 في لا فالونس تاع الاكسجين، هاي شحال؟ 6. داكور، زائد الهيدروجين شحال عندنا؟ عندنا فاد 1. شحال لا فالونس تاعو؟ عنده 1. اسنا شادي قبل هاي وقت باش تزوني برك. عندنا 1. كي نجيو نحسبو هاد العملية شحال نلقاوها؟ 7 و24 و1، نلقاوها 32. هكا 32 هادو واش هما عدد الالكترونات اللي كاينين في هاد لا موليكول كامله. معليش، واش نروحو نديرو؟ كل دوز اتوم راح يلصقوا مع بعضهم نمثلو بيناتهم زوج الكترونات. زوج الكترونات كيما هكا، خي قلنا شاك ليزون نمثلوها بحال نمثلوها بدوز الكترون كيما هكا. يعني واش عندنا مثلا؟ عندنا اش سي ال او 4، ها هما كي ترتبط الاو مع السي ال، نحطو زوج الكترونات في النص. تزيد ترتبط مع هذه نزيدو نحطو زوج الكترونات في النص، هذه ترتبط مع هذه نزيدو نحطو زوج، وهنا كيف كيف زوج، والاو هذه راح ترتبط مع الاش نديرو زوج. نحسبوا ترى شحال عدد لي زيليكترون اللي درناهم حتى لدرك. عندنا 2 4 6 8 10، بصح حنا شحال قلنا عندنا؟ هذيك قلنا عندنا 32، تسمى شحال بقى لنا؟ بقى لنا 22. 22 هذو واش راح نروحو نديروهم؟ نسيو نعمرو نعمروهم تسمى في لي زاتوم اللي بقاو. سي ال واش نلاحظو؟ 2 4 6 8 8 اللي دايرين به، يعني لا غاكل دلوقتي راهي مدايره، يعني ما نزيدولوش كثر، ما نزيدولوش فوق 8. معليش، الاكسجين عنده 2 هادو واش حنزيدولو؟ 2 4 6. مانتو باي ذا واي باش نعاود ناكد برك، شحال بقى لنا قبل؟ 22. 22 هذوك دوكا واش زدنا منهم؟ زدنا 2 بقاو 20، يعني هاما كي 2 4 6، لازم حتى نقفلو 22 اللي بقات لنا. 6 8 10 12، نزيدو هنا 14 16 18، مازال ما لحقناش 22، نزيدو هنايا 20 22. داكور،
هذا واش خرج لنا حاليا لا موليكول تاعنا كيفاش راهي مدايره، يعني واش راح نروح نزيدو نديرو. دوكا نحسبو شحال راهي لا شارج تاع شاك اتوم. كمثال نبداو بالسؤال، كيفاش نحسبو لا شارج تاع اون اتوم ولا ان اتوم؟ واش تساوي عدد لي زيليكترون دو فالونس اللي عندها؟ الكترون شحال عنده الكترون دو فالونس؟ خيو عنده 17 كنحطوهم 1 اس 2، يعني شحال عنده الالكترون في لاكوش الاخرى كامل؟ عنده 7. معليش، لي زيليكترون دو فالونس ناقص لي زيليكترون اللي راه ماكي كيف اسمهم اللي ماهمش مرتبطين. كي نشوفو تراش هنا الكلور عنده زوج هذور مرتبطين بالاو، زوج هذور مرتبطين بالاو، زوج هذو مرتبطين بالاو، زوج هذو مرتبطين بالاو، يعني عدد لي زيليكترون اللي دايرين به وماهمش مرتبطين زيرو. معليش نحطوها زيرو. ناقص عدد اللي راه ما كاين مرتبطين شحال؟ زوج، أربعة، ستة، ثمانية. معليش ثمانية نقسموها على اثنين. ها كي واش نحطو؟ نحطو ثمانية تقسيم اثنين، يعني عدد لي زيليكترون اللي مرتبطين نقسمو على اثنين. شحال نلقاو من هذه العملية؟ سبعة ناقص صفر ناقص ربعة تخرج لنا زايد ثلاثة، يعني الشحنة نتاع الكلور راهي كي زايد ثلاثة. بصح حنا واش رانا نشوفو؟ كي قالنا هو اش اش سي ال او كات لقيناها بلي لا شارج تاعها راهي نوتر، يعني بلوس 3 هذه لازم نلقاو حاجه اخرى تومبلاسي موان 3 باش ترجع زيرو. نسيو تراش مثلا تاع اكسجين كيما هذا اللي ماهمش مرتبطين بالاش، يعني هادو في ثلاثه كيفاش نلقاو لا شارج تاعهم؟ الاكسجين هاي كي لا شارج تاع واش راح نلقاوها؟ لي زيليكترون دو فالونس تاع الاكسجين شحال تسمى في لاكوش الاخر؟ عنده 6. شحال من هادو اللي راه ما كيماهمش مرتبطين؟ هذا زوج مرتبطين مع السي ال، زوج هادو ماهمش ماهمش ماهمش، يعني شحال عندنا اللي ماهمش مرتبطين؟ 6. معليش نحطو 6 ناقص اللي راه ما كاين مرتبطين شحال؟ زوج، زوج قلنا نقسمو على زوج، اللي مرتبطين ديما نقسمو على اثنين، شحال نلقاو؟ 6 ناقص 6 ناقص 1 تخرج لنا ناقص 1. يعني واش عندنا؟ يعني هذا راه هو كي الشحنة نتاعو راهي كي بلوس 3 هكا، هذا راه كي موان، بما انه هاد لي دوز اكسجين راهم كيما الاكسجين هذا، يعني حتى هما بنفس الطريقة متوضعين، راح نلقاوهم موان، وحتى هذا راح نلقاوه موان. هذا مكان نورمال مو الاكسجين هذا مثلا سيدي بغينا نزيدو نتاكدو من لا شارج تاعو شحال راح نلقاوها؟ الاكسجين هذا راح نحسبو لو تراش شحال عنده لي زيليكترون دو فالونس الاكسجين بصفه عامه؟ 6 ناقص شحال اللي راه ماكي ماهمش مرتبطين هنا؟ عندنا زوج، 4 معليش 4 ناقص شحال اللي راه ماكي مرتبطين؟ زوج، 4 4 نقسموها تقسيم 2 واش راح نلقاو؟ نلقاو 6 ناقص 4 زوج، زوج ناقص زوج صفر، إذا الشحنة نتاعو راهي كي معدومة. الشحنة واش لقيناها؟ زايد 3 وهذو راه ماكي ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1، إذا ناقص 3 و 3 راهي صفر. معناته باختصار دركا هذا المخطط كامل هذا كي نجيو نحولوه كيما عارفين نرسموه حنا شيما دو لويس العادي، يعني مع أنه حتى هذا يعتبر شيما دو لويس، بصح كي نجيو نمثلو يعني بنفس الطريقة واش راح نلقاو؟ نرسمو هنا صغير برك. نلقاو سي ال قلنا شاك دوز الكترون راه ما كيمثلو ان ليزون كيما هنا خي داكور. معليش تسمى سي ال او مرتبط منا بالاو كيف كيف هنا ها هو كي مرتبط منا بالاو منا بالاو منا باش هو مرتبط بأو بوحده والاش راهي كي مرتبطه بالاو. دوكا واش نشوفو؟ هذا شحال عنده لي دوبلي نون ليون؟ عنده وحده زوج ثلاثه، يعني شحال بقالو ندوبلي تاع لي زيليكترون نمثلو له ثلاثه نتاعو. هذا كيف كيف بما انه يشبه الاخر، هذا كيف كيف حتى هو بما انه يشبه الزوج الاخرين، هذا شحال بقاولو؟ بقاولو زوج، يعني راح نزيدو نمثلو دوز الكترون سي نون ليون دو دوبلي نون ليون، يعني هاي كي شيما دو لويس تاع سي ال سي ال الاش سي ال او كات. دركا شوفو دوك نحبس الفيديو هذا كون نزيد ندير لكم لي موليكيول الاخرين. المهم برك دوكا خزيتو الفكره، دوك تشوفو بلي الفكره هذه تصلح فيهم كامل. نورمالمون هذه مبسطه اكثر والله اعلم.